إذا ينضم لنا عبر الهاتف سعادة الشيخ جابر بن علي الخليفة البطل البحريني في سباقات السيارات. بعد التحية الشيخ جابر، طبعا بعد 14 من نجاح سباق الفورمولا 1، ألا ترى اليوم بأن ثقافة رياضة السيارات والوعي بها في مملكة البحرين تطور كثيرا طبعا خلال السنوات الأخيرة الماضية، بحيث انتشرت رقعة ممارسيها ومتابعيها؟ أكيد. أول شيء بغيت أسلم عليكم وأشكركم على استضافتي في المقابلة هذه. نعم، من طبعا رياضة السيارات، بس للعلم احنا ابتدينا عندنا كان نادي البحرين للسيارات من 1952، لكن طبعا من 2004 ابتدت رياضة السيارات تاخذ مجرى ثاني اللي هي سباقات الحلبة. قبل احنا كان عندنا دائما الأوتوكروس والرالي، والحين احنا عندنا سباقات الحلبة والدراج ريس، وطبعا عندنا الحين اللي هو المطار الجو كارت، اللي هو وين يبتدون الاجيال الصغيره حق المستقبل، انه ممكن يكون لهم ان شاء الله مستقبل واعد باذن الله ان شاء الله في سباقات السيارات الجي تي او الاف 3 والاف 2 اللي احنا نشوفها في البحرين. نعم، كل هذه المؤشرات الايجابيه، ما هي توقعاتك لمستقبل رياضه السيارات في مملكه البحرين؟ والله بالنسبه عن البحرين ان شاء الله احنا دائما بتكون بازدهار، وخاصه بمشاركة كل القطاعات الخاصة طبعا عندنا في البحرين. نعم. وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد، هذه بنشوف دائما اللي هي الرياضة بتكون على في تطور. والزين في البحرين احنا دائما نتعلم، من اذا كان فيها اي خطأ نقدر نتعلم منه، نقدر نطوره ونحسن من الرياضة نفسها. مثل ما شفتوا احنا في 2004 كان السباق يكون وقت النهار، والحين احنا بوقت الليل. نعم. واللي كانوا زايرين حلبة السباق يقدرون يشوفون ما شاء الله طبعا الإضاءة والليتات اللي هي تزين الحلبة كلها، خاصة في اللي هي منطقة الترفيه، وخاصة اللي الحين بعد السباق التأهيلي أو السباق نفسه دائما نشوف في عندهم الكونسرت اللي هو كان عندنا الصورة اللي هو كارلوس سانتانا العام مسامحه اللي هو امس، وطبعا عندنا اليوم فيه دي جيز ديسكلوجر اللي هو الجروب اللي احنا يعزفون الحين واحنا نتكلم. نعم، سعادة الشيخ جابر بن علي الخليفة البطل البحريني في سباقات السيارات، شكرا جزيلا لك.